حموه شيع إلى مثواه الأخير بمقبرة عين البيضاء في أجواء مؤثرة وبحضور وجوه كروية عايشت حقبة هذا المناصر الذي وهب شبابه لفريق مولودية وهران من خلال إشرافه على لجان الأنصار في جميع تنقلات فريق الحمر العريق. جنازة غاب عنها مسيرو الفرق الوهرانية وعلى رأسهم المولودية الذي عشقها المرحوم. ميكروفون الزميل محمد ونان. والحمد لله احنا رانا في 3 شهور من اللي روحنا زرناه باسكو هذا الانسان يستاهل كل خير. انا نظن باللي هذا السيد كان خدم وهران. يا حسره كون كانوا هنا كل الشخصيات الرياضيه، الرؤساء تاع جمعيه وهران، تاع مولوديه وهران، تاع الاتحاد الرياضي الاسلامي لجمعيه وهران، خدم كل الرياضيين وكان يعني متطوع يعني بالحافله نتاعو بالرزق نتاعو مسكين، ويعني نتمنوا له يعني الرحمه والمغفره. هذا مناصر كبير كان يدير كيران وحده بالخمسين كار 96 حومه قاعد انا كومبلي قاعد، والله يرحمه احنا نطلبوا له الرحمه. انا اليه وانا اليه راجعون. هذه مصيبه والحمد لله، نقولوا نشكروا الحمد لله ونشكروا كاع الناس اللي حضروا.